أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ 80 عاما تهطل على شمال الشيلي في منطقة عادة قاحلة وتتسبب في حدوث فيضانات مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان عشر آخرين حسب آخر حصيلة. الكارثة التي تسببت أيضا في أضرار كبيرة بالمنشآت القاعدية وهدمت البيوت وأفسدت الزرع استدعت تدخل القوات المسلحة لإنقاذ العالقين. لقد خسرنا كل شيء، كل شيء ولم يبقى ما يمكن استرجاعه. نحن الآن ننتظر انخفاض مستوى المياه وتراجع كتل الطين للبحث عما يمكن إنقاذه واذا كان هذا وضع اقليم اتاكاما فان حال عاصمته كوبيابو وسكانها المئه وستين الفا لا يختلف كثيرا ان لم يكن اسوا حيث اصبحت الشوارع اقرب الى الوديان متدفقه بمياه الامطار وبكل ما جرفته في طريقها وتقطعت السبل بالسكان فيما اضطرت السلطات الى اغلاق المطار وارسال المروحيه العسكريه للتحليق بغرض اجلاء العالقين المهددين في حياتهم وتقديم المساعدات الانسانيه